لما تستغل ان ابوك وامك متخانقين دايما دموع دموع دموع. الله 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 الله، مالك حزين كده ليه؟ امك يا ابني مالها؟ مفيش، قلت لها اعملي غدا قالت لي لا، قلت لها طلقي. اوف ايه الغشامه دي يا جدع؟ جدع طب هات 5 جنيه بس يا ابني، مش كتير. خلاص بقى شوف منها يصلحها. خلاص يا عم اهدبوا اللي جايبه، خد دقيقه واحده واخليها تيجي تبوس ايدك. ها ايدي وشعر رجلي. لا دي ما اضمنهاش ليه؟ ايه اللي انت عملت ده؟ عملت ايه يا موجود؟ عملت لنا انت مشكله كبيره من الفاضي. قاعد يقول لي الوقت هطلقها ومش هطلقها. هيطلقني تسافل بعد العشرة الطويلة دي. هدي 10 جنيه طول عمرك مد حقير امسك. يا حول الله يا رب. في يا ابني تاني بتقول عليك بخيل؟ انا استنى اما اوريه. ايوه يابا خد يا ابني وريها الثروة اللي معايا، ده غير اللي في البنك. بص شوف جوز. تموتوا بقى. اول مره خد بالي ان عينيكي حلو. نعم. طب بس عشان ما تكسف. يلا بقى ناخد حقنا منك.